أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. نستأنف البث بعد طبعا الحمد لله رب العالمين. هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في كل من يقوم بالدعوة إلى الله وإلى رسوله أن تتم محاربته كما يعني حدث. يعني إحنا البث الساعة كام؟ 5، وبنطلع متأخرين شوية، بنصلي المغرب النهاردة، بنصلي المغرب والعشاء بحيث إن إحنا إيه يعني لا نتعطل. ولكن جنود الباطل وجنود الشيطان، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني امتثالا لوصية جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يهديهم، يأبون إلا أن يحاربون الدعوة إلى الله وإلى رسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. فوصلنا دلوقتي لحد الساعة 12:30 في حرب هاكر ومحاولات دخول على الأجهزة، وطبعا يبقى دول جهاز إيه؟ جهاز المخابرات العامة المصرية. فرحانين بالكراسي، فرحانين بالإيه؟ بالكراسي على حساب من يقتل. مش مهم الياما تقوم الناس تقتل، لا مش مشكلة، نخش نحاول نغلوش على المهدي المنتظر الأمين محمود صابر إبراهيم عبد الكريم على قد ما نقدر، نحاول نعطله. طب ليه بتهلكون أنفسكم؟ طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديكم. هو صحيح السلطة برضه بيبقى ليها بريق، السلطة كده معلش معلش، ولكن الله سبحانه وتعالى كما خلقنا سيحاسبنا. وبعدين احنا كلنا جينا الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى أتى بنا في هذه الدنيا في مرحلة، احنا مش مخلدين يعني. وبعدين الإنسان، أنت مهما كنت ومهما انت فرحان دلوقتي ان انت قاعد على كرسي وحاجتك بتجيلك، انت شوية هوا شوية هوا في يد الله سبحانه وتعالى، فأين تذهبون؟ لا تنسوا يا جهاز المخابرات العامة المصرية، لا تنسوا قدرة الله عليكم. نصيحة من حفيد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا تكرروا تلك الأخطاء مرة أخرى. ليه؟ أثناء طبعا كده فبيحصل إيه؟ الله سبحانه وتعالى ما بيحبش اللي بيحصل ده، فلماذا تغضبون الله سبحانه وتعالى عليكم؟ لما هتستفيدوا إيه؟ فيا شباب، يا شباب المخابرات العامة المصرية، من يأمركم بمعصية الله ورسوله لن ينفعكم أمام الله غدا، فاستفيقوا واختاروا الله ورسوله، واختاروا مبايعة المهدي المنتظر الأمين محمود صابر إبراهيم عبد الكريم قبل فوات الأوان. نستأنف الحلقة، حلقة الهداية. حلقة الهداية دي بأمر من الله، فحضراتكم تفعلوا ما شئتم، أنا لن أترك أمر الله. لسبب بسيط، لأن النجاة والنجاح والفلاح كله في تنفيذ أمر الله. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما قول المؤمنين إذا دعوا لله إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فكما أقول لله سمعت وأطعت، فعليكم أن تقولوا لي بالله سمعنا وأطعنا. خلاف ذلك يغضب الله سبحانه وتعالى عليكم. طبعا في الكم ساعة اللي فاتوا دول حصلت أشياء
يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، وأن يرفع عنا البلاء على كل من حاول التعطيل وفعل الأشياء السيئة. يا فندم حضرتك لابد أن تقبل الحقيقة، حضرتك دلوقتي المطلوب منك تسليم السلطة لمن سيحرر القدس الشريف الذي هو مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى. حضرتك بتعمل ايه اللي حضرتك بتعمله ده؟ هل حضرتك شايف من وجهة نظرك راجل تحت ايديك الوثائق والعلم، حضرتك شايف ان اللي انت بتعمله ده صح؟ براحتك. عن نفسي افعل ما يأمرني الله سبحانه وتعالى به لآخر نفس، ولنفس طويل يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف مع بعض يا شباب، نبدأ بالفاتحة. الله سبحانه وتعالى يعفو عني وعن كل من ظلمني وكل من عطلني وكل من لا يريد الحق وكل ظالم، ربنا يعفو عني وعنه ويهديني ويهديه. والله سبحانه وتعالى عنده كل شيء خير إن شاء الله. ما هي حاجة من اتنين، وانتوا عارفين، يا إما الهداية يا إما ليه والعياذ بالله. فالله يعفو عنا وعنكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لي ولكل خلقي. البرنامج اسمه برنامج الايه؟ الهداية. ده الجزء الثاني من الحلقة الثالثة من برنامجكم الهداية. طيب، بالنسبة للناس اللي على اليوتيوب وبالنسبة للناس اللي على المواقع الثانية اللي مسمح لنا ان احنا ايه نشتغل عليها كده، ربنا يكرمنا ويكرمكم كده، تشوفوا لنا الصوت والدنيا والكلام ده كله عشان ايه نسترسل، والله كده يسترها معانا ومعاكم كده، وربنا يكرمنا ونسترسل كده. طيب، طيب هو الحمد لله اهو بالنسبة لليوتيوب تمام على بركة الله. تمام الحمد لله، الحمد لله خير ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصل الامور. طبعا ده الهداية جيم 2 الجزء الثاني من الايه من الحلقة الثالثة من برنامج الهداية. وقفنا عند الفقرة الثالثة، فقرة حياة الصحابة. نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى نقرأ مع بعض الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة قوله. طيب، هنقرأ هنا من كتاب حياة الصحابة في باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله، ويعني كويس الله سبحانه وتعالى أراد إن احنا نقرأ إيه؟ طيب، باب الدعوة إلى الله وإلى رسوله، وهذا هو الباب الأول في كتاب حياة الصحابة. كيف كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم من كل شيء، وكيف كانوا حريصين على أن يهتدي الناس ويدخلوا في دين الله وينغمسوا في رحمة الله، وكيف كان سعيهم في ذلك لإيصال الخلق إلى الحق. عنوان دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لاثنين. دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سفيان وهند رضي الله عنهما. أخرج ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفا هندا، وخرجت أسير أمامهما وأنا غلام على حمارة لي، إذ سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو سفيان: انزل يا معاوية حتى يركب محمد. فنزلت عن الحمارة وركبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار أمامنا هنيهة،
ثم التفت إلينا فقال: يا أبا سفيان بن حرب، ويا هند بنت عتبة، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن المحسن الجنة والمسيء النار، وأنا أقول لكم بحق، وإنكم لأول من أنذرتم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قالتا أتينا طائعين. وهذه الآيات من سورة فصلت، من أول الآية الآيتين الواحدة والثانية إلى الآية الحادية عشرة، من الآية الواحد من الآية واحد إلى الآية الحادية عشرة من سورة فصلت. تمام يا شباب؟ قالت أتينا إيه؟ طائعين. فقال له أبو سفيان: أفرغت يا محمد؟ قال: نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمارة وركبتها، وأقبلت هند على أبي سفيان فقالت: ألهذا الساحر الكذاب أنزلت ابني؟ قال: لا والله، ما هو بساحر ولا كذاب. كذا في الكنز، وأخرجه الطبراني أيضا مثله. قال الهيثمي: حميد بن منهب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان وطلحة، وهذا ما نقف عنده ونستأنف في الحلقة القادمة، وموعدها في الخامسة مساء. وفي هذه الأيام بالنسبة للشتاء، وعشان كمان داخلين على رمضان، كل عام وانتم طيبين، يبقى بعد صلاة العشاء. يبقى الحلقة القادمة إمتى؟ بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ولكن الموعد الثابت هو في الخامسة مساء، هذا هو الموعد الثابت، ولكن على حسب الأيام وعلى حسب الشهور وعلى حسب الصيف والشتاء وهكذا، فإننا إيه؟ نبعد قليلا عن هذا الميعاد، ولكنه في إطار هذا الموعد الخامسة مساء. الحلقة القادمة بإذن الله، نظرا لأننا مقبلون على شهر رمضان، ونظرا لأننا يدخل في هذا التوقيت صلاة المغرب وصلاة العشاء، ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء كما خرجنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله يسر لنا الأمور. نقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفقرة الرابعة من فقرات برنامجكم الهداية هي فقرة التنمية البشرية، واليوم نعرض إلى أهم ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المخلوق. يعني التنمية البشرية بتستهدف إيه؟ بتستهدف إن المخلوق أو الإنسان قدراته تزيد، ويقدر يتعامل مع المجتمع تعاملات إيجابية ويرفع من مستواه. فهنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا 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 لرفع الطاقة الإيجابية، وهي إيه؟ الصدق. التاجر الصدوق مع الأنبياء مع النبيين يوم القيامة. الإنسان التاجر الإيه؟ الصدوق، فيما معنى الحديث، وأيضا فيما معنى أولا الآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأحاديث في الصدق كثيرة جدا. رحم الله امرئا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني ده بيقتضي إن هو يصدق في بيع السلعة وفي الشراء وما إلى ذلك. والصدق أصلا هو في بداية التصديق بدعوة جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالتصديق من الصدق، أي من الإيمان. الإيمان أصلا شرعا، الإيمان معناه التصديق.
ولذلك فإن الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق النبيين، بعدهم ليه؟ الصديقين، يعني الناس اللي بيتحروا الصدق. ما زال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديقا. ده بيبقى طاقة إيجابية غير عادية لنفسه وللآخرين الذي يتحرى الصدق. فالنهاردة مهم جدا الصدق، فالصدق هو النجاة على خلاف ما يعتقد كثير من المغفلين، معذرة يعني، وهو التغفيل يعني، المغفل يعني غافل، هو يعتقد أن الكذب سينجيه. الحقيقة أنه لا نجاة إلا بالصدق في القول وفي العمل وفي الإخلاص والنية، بخاصة مع الله سبحانه وتعالى، ثم مع النفس، ثم مع الآخرين. الصدق صفة نورانية تجعل صاحبها إيجابيا في كل شيء، الطبيعة، الكون يحب الصادقين. وما زال الرجل، ومعنى الرجل هنا على التغليب يعني الرجل والمرأة والصغير والكبير، يصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديق. طب إزاي أقدر أتعامل بالصدق في مجتمع يحترف الكذب؟ طب ما هو هنا التميز. حضرتك مجتمع يعني مثلا مجتمع ناس كذابين، يعني بيعملوا طاقة إيه؟ سلبية لأنفسهم وللآخرين. حضرتك عايز تمشي في الطاقة السلبية؟ هل يحب الكاذبون؟ هل الكذاب بيحب الكذاب اللي زيه؟ طبعا لا، يحب بعضهم بعضا. طب كلهم لما يلاقوا واحد صادق هيعملوا إيه؟ ساعة الجد. طيب يبقى الصدق منجا، يبقى حضرتك منجا من النجاة، يعني الصدق من النجاة. يبقى حضرتك لما تكون إنسان صادق، حضرتك لما تكون إنسانة صادقة، هذا هيفيدك ولا هيضرك؟ هيفيدك ولا هيضرك؟ حتى لو أنت بالناس كدابين، هم نفسهم بيكذبوا على بعض ومحدش فيهم إيه؟ بيثق في التاني، وهم عارفين إنهم كدابين، لكن في بينهم صادق، كله هيثق في مين؟ في الصادق. يبقى صدقك حتى بين الكاذبين فيه خير كبير لك وله، ونجاة لك. عشان كده الله سبحانه وتعالى أمر كده بإن احنا نبقى مع الصادقين، نكون مع ليه؟ مع الصادقين. ليه؟ لأن الصدق والإنسان الصادق هو الإنسان الذي ينجو عند المهالك. عرفت ليه اتكلمنا النهاردة في الصدق؟ يعني الأوامر اللي جايه لنا نتكلم النهاردة إيه؟ الأوامر اللي جايه لي بحال من الله، يعني التنمية البشرية درستها كتير، ولكن دلوقتي احنا محتاجين للإيه؟ للنجاة في مهالك، في براكين وزلازل وحروب، وفي عذاب من فوق ومن السماء بيهبط، وفي عذاب من الأرض بيخرج، وفي عذاب من الناس بعضهم ببعض يأكل بعضهم بعضا، وحاجات وحروب. طيب ولسه الله أعلم باللي جاي. طيب النجاة فين؟ الصادقين، عليك بالصدق. طيب ده الصدق ده يعني انا ابيع صح واشتري صح طب ما ما هو انت عشان متميز بصفه مميزه فالله ينجيك. لن ننجو الا بالصدق مع الله ثم مع رسوله. لن ننجو في المرحله اللي احنا فيها دي، واصلا النجاه في جميع المراحل، بس عشان الموضوع واضح قوي يعني كده، وبقى الموضوع زي ما بيقول على عينك يا تاجر. الكاذب لا أدري ولا أملك لك من الله شيئا، ولكن ما أعلمه أن الله ينجي الصادقين. الصادق مع النبيين مع الصديقين، يبقى هو صادق وظل يصدق حتى صار عند الله من الصديقين، فهو من الناجين في الدنيا والآخرة. طب هو ناجي ازاي؟ طب ممكن يبقى صادق وعشان هو صادق وكويس يعني ولا يعني
ينالوا الايه؟ الفناء. طب ما ده احلى حاجه، ان الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذه الدنيا وهو صادق، فهيكون في مكان احسن. طب اذا كان كذاب، اذا استمر في الكذب فهو راح للعذاب فيما نعلم، واذا هلك فهيهلك وهو كذاب، يبقى ايهما افضل؟ يبقى حضرتك وحضرتك، الانسان الصادق في الدنيا بيعيش ايه؟ عنده راحه نفسيه، عنده مصالحه مع النفس، مصالحه مع الله قبل اي حاجه، مصالحه مع النفس، مصالحه مع الاخرين، احترام عام من الجميع. احترام ايه يا عم؟ اللهم الصعوبه اللي شايفينها دي وهم يا فندم، الشيطان هو اللي بيحط الوهم دايما في جميع الاوامر، جميع الاوامر الايجابيه اللي فيها نفع لابن ادم، الشيطان بيحط لك عقبات وهميه ان انت لما هتصدق وهتبقى انسان محترم وصادق في التعامل مش هتعرف تعيش، الناس هتضحك عليك، كل الكلام ده اسمه كلام فارغ. وساوس شيطانيه، تقول حضرتك كلنا كده نعاهد الله سبحانه وتعالى ونرفع الترند ده الصدق، نعاهد الله سبحانه وتعالى جميعا على الصدق في القول والعمل وفي كل أحوالنا، حتى نكون من الصادقين الصديقين، فينجينا الله سبحانه وتعالى من المهالك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفقرة الأخيرة في برنامجكم الهداية قبل الختام هي فقرة أنوار الوحي الإلهي. فقرة أنوار الوحي الإلهي ببساطة هي يعني استشفاف نور كلام الله سبحانه وتعالى، نور وحي الله سبحانه وتعالى، حتى نستضيء بهذا النور ويجعل الله سبحانه وتعالى لنا نورا. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج من البيت دايما كده وراح المسجد يقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا، ولساني نورا، وبصري نورا، وسمعي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن امامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا، واعظم لي نورا. ده من هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ايه، وكل ما يكون خارج من البيت كده ورايح الايه، دعاء الذهاب الى المسجد، لانه رايح للنور، نور. فما ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشي به فين، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طيب نحن نريد هذا النور، انوار الوحي الالهي. طيب ايه هي بقى انوار الوحي الالهي؟ وقفنا عند حرف السين في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن عرضنا واستعرضنا أنوار الاستعاذة بفضل من الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن في البسملة في قول بسم الله الرحمن الرحيم، تعرضنا لألف الوصل، وقلنا أن ألف الوصل عائدة على قارئ القرآن، فقارئ القرآن الحقيقي الذي يقرأ الله سبحانه وتعالى به القرآن ولا يكون موجودا هو في القراءة، ولكن الله هو الذي يتحرك بلسانه ويتكلم به، وهذه معجزة القرآن، أن يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يكون المخلوق متكلما بكلامه وصفته، فالقرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى السين، بسم، يبقى باء ألف وصل سين، وهي لا تكتب لهذا السبب الذي ذكرناه آنفا، لأن القارئ نفسه ليس هو الذي يقرأ، القارئ المخلوق ليس هو الذي يقرأ، ولكن الله الخالق هو الذي يتكلم بهذا المخلوق. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جد الرسول بألا يكتب ألف الوصل في قول بسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة كل سورة من سور القرآن، ولكن تكتب باء سين، ولكن عند النطق تنطق ألف ليه الوصل. وقفنا عند السين، بس بسمي. السين من حروف الهمس، وهي ساكنة في قول بسمي، بسمي، يعني نجد كده بسم الله الرحمن الرحيم عند الفاتحة نجد باء سين ساكنة،
في القرآن أو في المصحف توضع نصف حاء وليس دائرة، توضع نصف حاء على الحرف الساكن، ويبين بأن هذه السين ساكنة وهي من حروف الهمس، أي لابد أن يكون لها جرس حتى عند خفت الصوت، فحروف الهمس تظهر حتى عند الهمس، تظهر حتى عند الإيه؟ عند الهمس، فحروف الهمس تظهر حتى وإن كان الكلام همسا. تمام؟ لذلك قلنا ايه، وضع ايه، نصف حاء على السين، بسمي، وهو حرف مرقق وساكن فينطق مرققا بسمي. والسين هنا إذا أردنا أن نعرف أنوارها ونستضيء بنور من الله سبحانه وتعالى فيما قاله في قول بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى ياسين، فالسين تحوي سراً، سين، وحرف السين يكون دائما مشيرا إلى أسرار وعطاءات غير عادية، يعني عطاءات غير عادية، يبقى الله سبحانه وتعالى بيشير بحرف السين زي ما كان قال كده ياسين، نداء وسين في قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة ياسين، ياسين، يبقى هنا في إيه؟ في بعدها هتبقى في عطاءات غير عادية. طب في قول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى قارئ القرآن اخرج من نفسك وتعالى إلي، فأنت الآن أصبحت سرا من أسراري، أصبحت سرا من إيه؟ من أسراري، والله سبحانه وتعالى اختارك لأن تقرأ القرآن ويقرأ بك كلامه بسر أوضعه الله سبحانه وتعالى في خلقه في هذا القرآن، يجعل الله سبحانه وتعالى بهذا السر النصر والتأييد، وهو ليه؟ الإيمان واليقين. يبقى أنوار قول باسمي، أنت هتتكلم أو هتقرأ باسم مين؟ قارئ القرآن هيقرأ باسم مين؟ باسم الله سبحانه وتعالى، إذن فهناك سر. السر ده بيتجلى في إيه؟ قارئ القرآن الحقيقي يشفى الناس على يديه، قارئ القرآن الحقيقي يتكلم بالله، يسير بالله، ينتصر على عدوه سواء كان الشيطان أو النفس أو غير ذلك بالله. قارئ القرآن الحقيقي يكون معه سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، فهذا السر أو بمعنى أصح الحال، فتلك السين تشير إلى الحال، وهو حال السكون أي الاطمئنان. طب ليه مطمئن أوي كده؟ مطمئن لأنه الآن لا يتصرف باسم نفسه، إنما يتصرف باسم الله، الله سبحانه وتعالى قد تولى أمره كله. فاللهم وفقنا إلى أنوار سين قول بسم الله الرحمن الرحيم، واشملنا بعفوك ولطفك، واجعلنا من أصحاب أسرارك وعنايتك في الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ورضاه. وهذه كانت آخر فقراتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، نسألكم الدعاء والتوفيق، ونختم كما بدأنا دائما بالدعاء، دعاء الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وكتاب الفرقان هو أمر الشغل من الله سبحانه وتعالى لأهميته. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الذكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة ذكرك يا الله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الفكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الفكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الهم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الافتقار كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الدعاء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الصلاة على النبي وآله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الاستغفار كما تحب وترضى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي، بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: 1. ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2. تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3. قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله. آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4. العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 5. الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.